الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين يصل الديار المقدسة، والسلطات تؤكد أنها نسقت كافة ملفات الحج مع الطرف السعودي. وزير الاقتصاد يؤكد أن صادرات قطاع الصيد خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 وصلت 423 ألف طن. الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي يوارى الثرى بعد جنازة وطنية بحضور عدد من قادة دول العالم. أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار الساحل من الساحل تيفي. وصل إلى الديار المقدس الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين ممن استفادوا من القرعة من قرعة الحج المدعوم من طرف الدولة الموريتانية. وهذا وقالت السلطات الموريتانية إنها نسقت كافة ملفات الحج لهذا الموسم 1440 الهجرة مع السلطات في الرياض، ما سيمكن بحسبها الحجاج الموريتانيين من تأدية الركن الخامس بشكل مرضي. الحج الحمد لله ما رأينا فيه مشكلة، كانت أمور سيابية، القرعة كانت نظيفة، والآخر قد فيه مشكلة سوية شنين الحمد لله. شاركت العام في القرعة من مدينة نواذيبو، والحمد لله طلعت في الحجة، والحمد لله ظروف كاملة اللي مرينا بها مرينا بظروف جيدة ولله الحمد. إلى اليوم إن شاء الله ما قطرينا مشكلة ولا قطلقاتنا مشكلة. ظروف اللي الإجراءات كاملة اللي مرينا بها إجراءات سلسة إلى حد الساعة، احنا حالا عند مسجد ابن عباس عامل إن شاء الله ونطلعوا الثالثة والله ذاك، ولهين نمشوا ننقل عسات إن شاء الله بإذن الله تعالى. حتى الآن الأمور مرت بشكل جيد. من ابتداء يومه إلى آخر يوم كانت حالة منظمة طبعا، ومن ابتداء القرعة كانت قرعة شفافة ومضبوطة حتى، وبالتالي مولي شاءت الناس ومنهرات لا يتبصم، التحضيرات كاملة كانت شفافة طبعا كانت مضبوطة. قال وزير الاقتصاد والمالية المختار الجاي إن صادرات قطاع الصيد وصلت خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 وصلت 423 ألف طن، فيما كانت في نفس الفترة من العام الماضي في حدود 395 ألف طن. صادراتنا من قطاع الصيد لسنة ستة الأشهر الأولى من 2019 وصلت ل 423 ألف طن صادرات. صادرات ستة الأشهر الأولى من سنة 2018 كانت 395 ألف، إذا انتقلنا من 395 ألف ل 423 ألف، أي بزيادة 7%. المحاصيل اللي دخل العوائد هذه الصادرات كانت ستة الأشهر الأولى من 2016 18 مليار جديد. نفس الفترة من السنة الماضية كانت 19، نفس ورك حالا 19.3 مليار، نفس الفترة من السنة الماضية كانت 18.3، معناها أنها زادت مليار، اللي هي زادت تقريبا بعشر مليارات. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن التوقعات كانت بأن تنتج الشركة الوطنية للصناعة والمناجمنت سنيم 12 مليون طن خلال العام الجاري 2019، في حين وصل الإنتاج فيها في منتصف العام إلى 6.1 مليون طن. الشركة الوطنية للمناجم المتوقع كانت توقعاتنا أنها تنتج سنة 2019 12 مليون طن، ستة الأشهر الأولى الإنتاج 6.1 مليون طن، معناها أن قادرين على أن نحقوا هذا الهدف إلى تمت نفس الديناميكية اللي مشات ستة الأشهر الأولى ماشي في 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 الفصل في السمستر الثاني من 2019. بالنسبة لتازيازت أيضا في زيادة كبيرة في الإنتاج في الفصل في ستة الأشهر الأولى من السنة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، عندنا 101 ألف أونص بدلا من 58 ألف أونص في نفس الفترة من سنة 2018. ومداخيل الشركة من العملة الصعبة من عائدات
صادراتها انتقلت من 80 مليون دولار ستة الأشهر الأولى من سنة 2018 ل 130 مليون دولار نفس الفترة من 2019. وقعت موريتانيا مع البنك الدولي على برنامج اتفاقية الدعم الميزانوي بقيمة 50 مليون دولار على شكل منحة. وبحسب الأرقام الرسمية فقد شهد الدعم الميزانوي الأخير مضاعفة المبلغ، حيث كان من المبرمج أن يكون في حدود 25 مليون دولار، لكن تبني البنك للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة والتي تم عرضها خلال الاجتماعات السنوية من طرف وزير الاقتصاد والمالية المختار للجاي حفزت وأقنعت البنك الدولي بزيادة المبلغ، وذلك لدعم ومواكبة هذه الإصلاحات. هذا وأشاد البنك الدولي باستكمال موريتانيا لجميع الإصلاحات الجوهرية الاقتصادية المندرجة في هذا البرنامج المتابع من طرف وزارة الاقتصاد والمالية. أقامت السلطات التونسية صباح اليوم جنازة وطنية لتشييع جثمان الرئيس الباجي القائد السبسي الراحل بحضور عدد من قادة العالم وسط إجراءات أمنية مشددة. وانطلقت الجنازة من قصر قرطاج، حيث أمضى الراحل 5 سنوات في رئاسة البلاد قبل دفنه في مسقط رأسه ببلدة سيدي بوسعيد. تحت إجراءات أمنية مشددة وبمشاركة العديد من الشخصيات الدولية من ضمنهم الرئيسان الفرنسي والجزائري، عزف النشيد الوطني التونسي إذانا ببدء مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الباجي قائد السبسي الذي رحل الخميس عن 92 عاما. قائد السبسي الذي توفي في أحد مستشفيات تونس العاصمة أمضى الأعوام 5 الأخيرة من حياته في قصر قرطاج، حيث انتخب في ديسمبر 2014 رابع رئيس للجمهورية التونسية، وتولى قبل ذلك رئاسة حركة نداء تونس من يونيو 2012 إلى ديسمبر 2014، كما تولى الرئيس الراحل منصب الوزير الأول في بلده في الفترة ما بين فبراير وديسمبر من العام 2011. قبل ذلك تولى قائد السبسي رئاسة مجلس النواب في الفترة ما بين مارس 1990 وأكتوبر 1991، كما تولى وزارة الخارجية على مدى أكثر من 5 سنوات بدءا من إبريل 1981 وحتى سبتمبر 1986، وعين الراحل سفيرا في باريس وتولى حقيبتي الدفاع والداخلية. من جهة أخرى أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 15 سبتمبر المقبل بعد رحيل السبسي وتولي رئيس البرلمان محمد الناصر مقاليد الحكم في البلاد بشكل مؤقت، فيما بقيت الانتخابات البرلمانية في موعدها في 6 أكتوبر القادم. أخبار الساحل الثامنة مستمرة تتابعون فيها، لكن بعد قليل. ميناء جاغو بولاية ترارزا يحيي أمل السكان بفتح طريق للنقل عبر نهر السنغال. قناة الساحل سبق سبقية توازن تنوع متابعة تخطيط توقع تحليل. قناة الساحل الأقرب إليك. الأقرب إليك. الأقرب إليك. الأقرب إليك. أهلا بكم من جديد. يعد ميناء وانجاغو متعدد الأبعاد بولاية ترارزا أحد أهم الموانئ في موريتانيا نظرا لموقعه الاستراتيجي، حيث سيوفر إمكانية فتح طريق النقل عبر نهر السنغال على مسافة تقارب 15 كيلومترا من الميناء لتموين المدن الموريتانية الواقعة على ضفة النهر وحتى جمهورية مالي المزيد. تابعه في تقرير الزميل محمد أعمر بلول. هذا هو ميناء جاغو الذي أنشأته موريتانيا على ضفاف نهر السنغال وبتمويل وصل إلى حدود 400 مليون دولار. ميناء ذو طابع عسكري يقع على بعد 15 كيلومترا من مدينة سين لويس السنغالية،
و250 كيلومترا من العاصمة الموريتانية نواكشوط، وهو مشروع كبير ينتظره سكان الضفة لإحياء اقتصادهم. ما خارج مشروع أكبر قطاع من الميناء، ولا قر فينا احنا لنجاقو، ولا مرجع تعدينا ليه تعود ان شاء الله. يغارهون قناة الساحل اللي تعرفوا، اللي اصبح اليوم ماشي ل 53 كيل، والمزارعين وهو اكثر يتملي والله 20 كيل منه في بلدية نجاقو. وهذا الميناء كي شفتوا ميناء من اكبر، ماني قايل عن اكبر منه اللي في نواكشوط، ويشتغل فيه ياسر من الناس، ومرضيته تزيد تعود مهمه الموريتان ومرقب. سيكون الميناء من أهم البنى التحتية في الجنوب الموريتاني، وسيفك العزلة عن المناطق الموريتانية المحاذية للنهر. تستمر الأشغال في الميناء، فلا يفتر العمال عن العمل، وهم يضمرون في أنفسهم مشاكل لا تحصى. نحن هذا عمال فورنجاقو سكننا هم، ما هو نافع، ومعيشتنا ما هي نافع، ووضعنا في العمل واللي ما هي نافع. منين تاونا يعطينا الطب راحة ما يقبلوا هذا الصينيين؟ منين يجبر واحد منا عدل أي خطأ بسيط تندر لي غرامة ما يقدر خلاص سوقا فهم؟ والرواتب متدنية إلى أقصى حد، واللام اللي كلمتين لا اشتغل ما لك مشتغل فلدي نواكشو. هو مشروع استراتيجي كبير حسب القائمين عليه، سيدفع التنمية وينعش الاقتصاد، وسيكون أحد أكبر موانئ البلاد. ميناء جديد يضاف إلى موانئ موريتانيا، هدفه هو إنشاء قطب تنموي في هذه المنطقة المليئة بالاستثمارات. محمد عمر بلول، الساحل تي في، من منطقة نجاقو على الحدود الموريتانية. إلى ليبيا، حيث انتشل الهلال الأحمر الليبي جثة 62 مهاجرا غرق قاربهم الخميس قبالة سواحل طرابلس. وأكد مسؤول في فرق انتشال الجثث بالهلال الأحمر استمرار عمليات البحث لانتشال المزيد من الضحايا. وغرق قارب خشبي كان يقل 250 مهاجرا شمال المدينة الساحلية، ما أدى إلى فقدان 115 مهاجرا مقابل إنقاذ 143 آخرين، وانتشلت جثة واحدة يوم الحادث بحسب البحرية الليبية، في حين تؤكد البحرية الليبية وجود 134 ناجياً و115 مفقوداً. قالت منظمة أطباء بلا حدود أن حوالي 400 شخص كانوا على متن هذا القارب. قتل 14 مدنياً على الأقل بين يومي الخميس والجمعة في قرية ديبلوع في مقاطعة بيسيلا شمال بوركينا فاسو في هجوم نفذه نحو 20 مسلحاً بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وأكدت ذات المصادر أن الحصيلة الأولى كانت 7 أشخاص قبل اكتشاف جثث جديدة، مؤكدة أن عدة أشخاص باتوا في عداد المفقودين. رياضياً، في أخبار الساحل، سيطر التعادل السلبي على مباراة المنتخب الوطني للمحليين ومضيفه من الرأس الأخضر، والتي جرت مساء اليوم في برايا ضمن تصفية أمم إفريقيا للمحليين 2020. وسنعود لهذا الموضوع بمزيد من التفاصيل في نشراتنا القادمة بحول الله. أخبار الساحل وصلت نهايتها، وكنتم قد تابعتم فيها الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين يصل الديار المقدسة. والسلطات الموريتانية تؤكد أنها نسقت كافة ملفات الحج مع الطرف السعودي. وزير الاقتصاد يؤكد أن صادرات قطاع الصيد خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 وصلت 423 ألف طن. الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي يوارى الثرى في جنازة وطنية بحضور عدد من قادة دول العالم. موعد يتجدد مع الأخبار عند منتصف هذه الليلة ضمن الساحل اليوم. يلقى.